سنوات السنوار في مرحلة ما بعد السجن كانت حافلة على كل الأصعدة. اجتماعياً أتم زواجه عام 2011، وهو نفس العام الذي خرج فيه من السجن وقدم نفسه داخل القطاع في صورة القائد الشعبي، يمشي سيراً على الأقدام إلى منزله ولا يبدو آبهاً بأي تهديدات إسرائيلية باغتياله، يكتب الأدب ويخطب بين العشائر ومخاتير غزة. بعد عام 2021 حين خرج إلى الشارع وتحدى رئيس الوزراء بعد انتهاء الحرب، تحدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن لديه ساعة إذا أراد أن يقتله وتمشى بين الناس، فكان هو دائما يؤكد على الشخصية الشعبية القريبة من الناس، وهذا أيضا انعكس أيضا في روايته الشوك والقرنفل حين يتحدث أنه يعني قريب من الناس، أنه حتى استخدامه للهجة المحلية في الرواية يعني مكثف بشكل أحيانا مبالغ فيه. وآخرا حين أنا التقيت أيضا كان يجري جلسات مع الشبان داخل غزة في بحكم التواصل، كانت هذه تجري على فترات مختلفة، وأنا التقيت في أحدى هذه اللقاءات التي قال فيها آنذاك إذا ما تغيرت غزة سيتغير العالم، ويبدو أن هذا كان دائما في مخياله وفي تفكيره. سياسيا وعلى غير المتوقع صعد إلى موقع قيادة حركة حماس في قطاع غزة التي أعاد هيكلتها سياسياً وعسكرياً وفق رؤيته الخاصة. أبو خالد قال في الموجة الأخيرة جملة: لو زادوا لزدنا. سألته قلت: يا أبو خالد هل أصرح للناس ليطمئنوا بعدد الصواريخ في الرشقة الذي كان ستخرج إلى تل أبيب؟ قال: لا، دعها سرا يا أبا إبراهيم، دعها سرا ولتتحدث عن نفسها إذا حدثت. مجرد الوجود في داخل المعتقل تنتقل العلاقة إلى المسافة صفر ما بين يحيى والسجان. كان يحيى السنوار يدرس بالضبط هيدي الحالة، وكان تمكن من خلال ربطا بالعقل الأمني اللي بيمتلكه كان بيتمكن من تحليل شخصية هذا السجان بشكل كبير، لدرجة انه ببعض الأماكن كان يعني يستطيع ان يؤثر على هذا السجان. بطبيعة الحال يعني شخص قضى أكثر من 20 عاما في السجون، يجب أن يفهم أنه شخصية السنوار ومثل الكثير من السجناء الفلسطينيين ينظرون إلى هذه الحياة باعتباره شخص وظيفي. هو خرج بتلك اللحظة، هي الفرصة التي أن يعني يطبق ما تعلمه خلال حقبة السجن فيما يتعلق بالهدف الأساسي الذي يعمل له ويعيش من أجله. وأنا شاكر لما أطلق صراحه وراح وتم تعيينه في قيادة حماس، أنا كنت هناك وكنت شايف أنه هو شخصية قوية جدا، يعني عقليته عسكرية، وهو في نفس الوقت قلبه ميت، واحد قلبه ميت، اللي بيكون خلي بالك بيخش السجون الإسرائيلية دي يتعرض لظروف معينة بتخليه يخرج قلبه ميت، لا يخشى الموت. وهو واضح ان هو يعني تركيبته هي تركيبة قيادية لمقاومة مسلحة. طغت شخصيته الأمنية العسكرية على سياسات حماس، معززاً سلطات جناحها العسكري مقابل تهميش صلاحيات المكتب السياسي المقيم معظم أعضائه خارج القطاع. وأعاد العلاقات مع إيران إلى سابق عهدها،
بل وأبدى انفتاحه على عودة العلاقات مع سوريا بعد إغلاق مكتب الحركة عام 2012. لم نغضب ولم نخاصم، ونحن نبني قوة المقاومة في غزة لتصل إلى ما وصلت إليه بفضل الله، ثم بدعم إيران وإسنادها ماليا ولوجستيا وفنيا. ونحن نراكم لبناء محور القدس، لبناء محور القدس، فنتصالح مع سوريا التي تمثل أحد ساحات الحشد والارتكاز وجند الشام، ولنطور علاقتنا مع حزب الله الذي يمثل الشطر الأهم من جند الشام. ولا يزال يلزمنا جهد كبير في تطوير ساحة جند باليمن وساحة جند بالعراق. من الضروري الإشارة إلى الجانب السياسي. حماس في عام 2017 كان مسألة تغيير الميثاق مطروحة، وجاء بعد أشهر منها كان هناك الخلاف الشديد ما بين جناح إيران وما بين الجناح الذي يمكن أن أصفه بالعروبي أو بالأمية لتيارات الربيع العربي إنجاز التعبير، لكن السنوار عزز من جناح إيران. جناح إيران تعزز بمعنى أن التكنولوجيا الإيرانية، وهنا بين مزدوجين بمعنى آليات التصنيع العمل، هذا الذي دفع وأنضج وزاد من قدرات كتاب عز الدين القسام، وليس عبر السلاح اللوجستي بحد ذاته. السنوار لا يطرح ما كان يطرحه ياسر عرفات من أفاق سياسية لحل القضية الفلسطينية. ياسر عرفات طرح السلطة الوطنية على أي جزء يندعر عنه الاحتلال. ياسر عرفات ذهب إلى أمريكا ووقع مع إسحاق رابين وشمعون بيرس إعلان المبادئ الفلسطيني الإسرائيلي، عاد إلى الوطن لبناء السلطة الوطنية الفلسطينية. كل هذا يختلف عن النهج الذي يسير عليه السنوار. نم قرير العين يا أبو عمار، أنت وكل الشهداء، بعد أن أصبح لدى مقاومة شعبك، بعد أن أصبح لدى أبنائك في كتائب الشهيد عز الدين القسام وغيرهم من فصائل المقاومة مئات الصواريخ، ليس جراد 20 كيلو، وإنما مئات الصواريخ في الرشقة الواحدة يدكون بها تل أبيب وجوجدان. دبلوماسيا قدم نفسه عبر رسائل الوسطاء إلى إسرائيل شخصا كارها للحرب، راغبا في السلام والتنمية، ساعيا للتهدئة وتغيير الواقع إلى الأفضل. Unfortunately, it was less clear for the political and the military echelons in Israel. And this was part of the strategy of Hamas, a deception strategy that intended to blind Israel by convincing Israel that Hamas is interested in calm in order to improve the humanitarian situation in the Gaza Strip, in order to improve and develop the economy. But Hamas was mainly interested in using the calm and using the benefits, the economic benefits that it will get from Israel and from others, in order to build, to fortify its military capacities in the Gaza Strip. كما استحضر وجهه البرجماتي في رحلة الصعود السياسي، إذ رسم مساراً تنظيمياً مستقلاً لحماس عن تنظيم الإخوان في مصر، والهدف تجنب المسار التصادمي مع السلطات المصرية. أزال الرجل جميع شعارات التنظيم وصور قادته من القطاع، وحلت محلها صور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وبوساطة مشتركة بين مصر وزميل الجامعة القديم محمد دحلان، اجتمع السنوار بفصائل فلسطينية في القاهرة عام 2017، ما أسفر عن اتفاق للمصالحة
في محاولة لفك الانقسام السياسي. طوفان السابع من أكتوبر كان خلفه ترتيبات سياسية وأمنية ودبلوماسية هيأت الظروف لإطلاقه. ذلك الحلم الذي راوده خلال سنوات مضت واعتبره كالسلك الذي سيكسره خاوة. في صفقة شاليط أو صفقة وفاء الأحرار أخرج عن إبراهيم، كنت أنا في الخارج فما تمكنت من زيارته. ف يعني أول ما روحت يعني طلبت زيارته، وصلت مع ابن أخوه فحددنا موعد وزرته. فأنا بسأله بقول له إبراهيم يعني أين أنتم ذاهبون؟ قال اسمع، الآن إحنا فيش عندنا خيارات، بدنا ندخل عليهم نحتل المستوطنات في جنب قطاع غزة ونسيطر على موسع قطاع غزة. قلت له لهذه الدرجة معقول أنت بتفكر بهذه الطريقة؟ قال نعم، وليكن ما يكون. يعني أنا فهمت من منطق الخاوة غصبا عنه مش يصير. فبقول له يعني هذه بدها إسرائيل، بدها النظام الدولي، كيف بدهم يعني النظام الدولي اللي كله سيقف ضدك؟ قال إذا قف النظام الدولي مش النظام الدولي إحنا حنسويه وندخل الحدود ونوسع قطاع غزة. هذه كمرحلة أولى، المرحلة الجاية إن شاء الله للتحرير. مراوغة يحيى السنوار انطلت على أجهزة الأمن الإسرائيلية، ووقع الطوفان الذي هز المؤسسة الأمنية والعسكرية ووضعت المؤسسة السياسية أمام فضيحة غير مسبوقة. The impact of the attack on Israel a very essential a very significant historical event that will remain sort of a scare in the collective psyche of of the Jewish people. It is first of all a huge failure of the intelligence and the military. This is something that will change the entire psyche and the historical perception of the Israeli constituency. And I think that generally speaking, we can talk about the history of the state of Israel until October 7th and the history of the state of Israel since October 7th. كل ذلك وسع دائرة الجدل حول شخص رجل اليوم التالي من الحرب المرابط في أنفاق غزة. فهل قلب السنوار معادلة 76 عاماً لإحياء القضية الفلسطينية من جديد؟ أم أن حساباته ستجعل البلاد ترتدي أحزمة ناسفة؟ بدينا نبص عليها بزاويتين. زاوية هل السنوار لما عمل هذه العملية كان يتوقع هذا رد الفعل من جانب إسرائيل، أنها تضرب بعرض القائد كل قوانين الإنسانية وتقتل بهذا الشكل، ولا كان يعمل حاجة زي دي عشان خاطر يكسر من شوكة إسرائيل من ناحية ويحرك القضية الفلسطينية اللي كانت ابتدت تتنسي من ناحية أخرى. هذا السؤال صعب الرد عليه دلوقتي. هذا السؤال التاريخ هو أو الفترة اللي جاية هي اللي هنشوف هنقدر نقدر فيها. في تقديري هنالك مصطلح غير دقيق، بمعنى أن ما حدث في 7 أكتوبر وما تلاه أعاد القضية الفلسطينية إلى الاهتمام الدولي. هذا غير صحيح، لأن القضية الفلسطينية فرضت نفسها قبل هذه الأحداث وستبقى قائمة ما دامت قضية الشعب الفلسطيني لم تحل، ما دامت الملايين الفلسطينية بلا هوية وبلا وطن وبلا دولة. سنوار, as far as I know his character,
He would never surrender. He will fight. He will try to be survived. Yahya Sinwar want to be again and to build from the beginning the Hamas and to make another massacre. That's Yahya Sinwar, and because of that, he must be dead as soon as possible. I think he has no illusions that he will survive for a very long time. He will fulfill his commitment to die as a martyr. I think this is can be assured that the Israelis will eventually find him and they will eventually kill him. هذه رحلة أبو إبراهيم، الرجل النحيف الغاضب، اللاعب المتمرس في إرباك خصومه، مخزن المفاجآت الذي لا يمكن كتابة قصة بلاده دون التوقف عند شخص الرجل وعقوده الستة الزخمة بالأحداث الفارقة.